بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا الثالثة عشرة بمقياس التشتت رقم 2 اللي هو نصف المدى الربيعي. طبعا احنا قلنا قبل قليل في المحاضرة السابقة أن من أهم عيوب المدى أنه يتأثر كثيرا بالقيم الشاذة، ومن ثم فهو لا يعطي صورة صادقة عن طبيعة البيانات. لذلك دعت الحاجة إلى إيجاد مقياس آخر يتخلص من تأثير هذه القيم الشاذة، وهذا المقياس اللي هو نصف المدى الربيعي. طبعا احنا هنعرفه كالتالي. احنا لسه قبل قليل قلنا لو عندي مجموعة من البيانات عددها N، ورتبنا هذه البيانات تصاعديا، يعني عندي بيانات عدد هذه البيانات أو مجموعة من البيانات عددها N، تم ترتيبها تصاعديا. طيب وقسمناها بعد كده، تم تقسيمها إلى أربعة أقسام متساوية، ثم تم تقسيمها إلى أربعة أقسام متساوية، يعني بهذا الشكل. كان عندي هنا مثلا كيو واحد، كيو اثنين، كيو ثلاثة، بحيث ايش تكون متساوية. طيب الكيو 1 هيمثل ايه؟ الكيو 1 رتبته N على 4، N على 4. طيب Q2 حبقى رتبته، حبقى رتبته كم؟ 2 N على 4، اللي بين على 2. الكيو الربيع الثاني حيبقى 2 في N على 4، بالتالي اختصر 2 مع 4 حيعطي لي ايه؟ N على 2، وهذا اللي يحدث لي الوسيط. الربيع الثالث حيبقى 3 N على 4، يعني 3 أرباع. يعني بالتالي الكيو 1 تسبقه ربع، يسبقه ربع البيانات. الكيو 2 الكيو 1 تسبقه ربع البيانات، الكيو 2 تسبقه نصف البيانات، وهذا الوسيط. الكيو 3 احنا لسه قلنا قبل قليل لو تفتكروا قبل قليل، وكيو 3 يسبقه ثلاثة أرباع البيانات، يعني واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أرباع البيانات. يعني احنا مقسمين حول الخط إلى أرباع، ربع 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 ربع. فمن هنا لهنا ربع البيانات، من هنا لهنا نصف البيانات، من هنا لهنا ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع البيانات. وكما قلنا قبل قليل الكي واحد هنسميه الربيع الأول. أما كي تو في الحقيقة هو الربيع الثاني، وهو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأوسط. طيب بالنسبة لي الكيو 3 هنسميه ايه؟ هنسميه الربيع الاول او الادنى، خلينا نمشي الادنى، هذا حنسميه الادنى، وهذا حنسميه الربيع الاعلى. طيب في الحقيقة انا اريد احسب الايه؟
عايز احسب نصف المدى الربيعي. لو قلت كيو 3 يقول لي القيمة ناقص كيو 1 هذا حيعطي لي المدى الربيعي. هيعطي لي المدى الربيعي، لو قسمته على 2 احصل على نصف المدى الربيعي. اذا كيو 3 ماينص كيو 1 هذا يعطي لي المدى الربيعي، اقسمه على 2 احصل على، لو قسمته على 2 احصل على نصف المدى الربيعي. إذن هذا في الحقيقة القانون اللي حنستخدمه لحساب نصف المدى الربيعي. طبعا خلاص احنا عرفنا رتبة الكيو 1 ان على 4، رتبة كيو 3 3 في ان على 4. طيب حناخذ طبعا بالنسبة لكيو 2 خلاص قلنا كيو 2 في الحقيقة هو يعطيني ايه؟ يعطيني الوسيط. نكتب المعلومة هذه، هذا يعطيني الوسيط. الرتبة ان على 2 في الحقيقة حنحتاج نحسب نصف المدى الربيعي للبيانات المباشرة وللبيانات المغلقة، فحنقدر نحسب نصف المدى الربيعي في حالة البيانات المباشرة. وأتمنى احنا في الاستذكار نهتم بالمباشرة وبالمغلقة، نهتم بالكل، لأنه أحيانا ممكن أجيبكم من المباشرة احتمال أجيب أسئلة كثيرة، احتمال كلها احتمالات مراعاة للوقت. طيب في الحقيقة الحسابات في حالة البيانات المباشرة ما تأخذش مننا وقت كثير، لكن ننتبه يعني مثلا طالبة ما رتبت البيانات التصاعدية حتكون الإجابة خاطئة. إذا نصف المدى حيتم حسابه كالتالي: رقم واحد نرتب البيانات التصاعدية، رقم اثنين نوجد كيو واحد. احنا خلاص قلنا كيو واحد هو القيمة التي يسبقها ربع القراءات، تسبقها ربع القراءات. ورقم ثلاثة نوجد كيو ثلاثة، واحنا قلنا كيو ثلاثة هي القيمة التي تسبق ثلاثة أرباع القراءات. وبعد كده رقم أربعة بعد ما أحسب الكيو 1 والكيو 3 نحصل على نصف المدى الربيعي. طيب ناخذ مثال ونحاول نطبق هذا الاسلوب او هذه الطريقه. مثال نقول اوجد نصف المدى الربيعي لأوزان مجموعة الطلاب أو الطالبات الآتية. عندي أوزانهم 59 67 65 69 58 55 70 72 74 الحمد.
نرتب هذه البيانات التصاعدية، يعني نبدأ من الأقل إلى الأكثر. إذا نبدأ نرتب أو تصاعديا، هذا مهم. يعني أحيانا انتبهوا معي، أحيانا تأتي لي مسألة بسيطة مثل هذه المسألة، بعض الطالبات تروح تستعجل في الإجابة وتروح تحسب الـ Q1 والـ Q3 وتحسب نصف المدى الرؤية، وفي الحقيقة الإجابة حتكون خاطئة. لذلك أول خطوة حنبدأ نرتب البيانات تصاعديا، يعني حنبدأ من الأقل إلى الأكبر. أقل قيمة 50، وبعدين 58، وبعدين 59، 65، 67، 69، 70، 72، 64. ما نقص، يعني يعد البيانات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6. طيب هنلاحظ هنا عدد القراءات كم؟ كم عدد القراءات هنا؟ عدد القراءات 9. عدد القراءات 9. وبالتالي في الحقيقة لما يكون عدد القراءات فردية الأمور حتترتب بشكل جيد. فأنا عندي الـ Q1 حرف 59، حتى الـ 59 هذه Q1، لأنه سبقها ربع القراءات. لو قلت عندي هنا كم قراءات؟ 1 2، المفروض في الناحية الثانية تكون هي 6 قراءات. المفروض في الناحية 6 قراءات، 1 2 3 4 5 6، وهنا قراءتين 8. ربع الثمانية كم؟ 2. ربع الثمانية 2، يعني هنا ربع القراءات ما دخلش عليه في الحسبة. إذا هذه حتعطيني Q1. إذا هنا عندي قراءتين ربع القراءات، لأن هنا عندي 6، وعندي هنا 2 8 قراءات. إذا القراءات هنا قراءتين. طب أجيب Q3 حتكون هذه القيمة. لابد يكون من هنا لحد هنا 6 قراءات، ومن هنا لحد هنا قراءتين، يعني تبقى الربع. هنا بقى الربع 1 2 3 4 5 6، هنا 1 2 8، فالكيو 3 حتسبقها 3 أرباع القراءات. طيب وبالتالي أنا حددت أو Q1 وحددت هنا Q3 نصف المدى الرباعي. إذا Q لاحظوا مسألة بسيطة جدا، كما قلت ممكن تأتي مسائل كثيرة في الاختبار بهذا الشكل، لأنه في الحقيقة لا تحتاج الجهد كثير ولا وقت كثير. الحقة 70 ناقص 59 على 2 ويساوي 5.5. طيب ناخذ مثال اخر. طبعا كون عدد البيانات هنا فردي ففي الحقيقه هذا ساعدني كثير في الحسابات، لكن احيانا تكون عدد البيانات زوجي، ما استطيعش اقول في عدد معين هو Q1 ولا عدد معين واقول عليه Q3. راح اخذ مثال لو كانت عدد البيانات رقم زوجي. مثال او بدي نصف المدى الربيعي لأوزان مجموعة من الطالبات أو الطلاب الآتي أوزانهم. فمثلا أوزانهم كانت 67، 65، 69، 58، 55، 71،
إذا رقم واحد أبدأ أرتب البيانات التصاعديه. طبعا لو الطالبة راحت تحل بدون ما ترتب الإجابة خطأ. طبعا مثل هذه الأسئلة أحيانا أضعها في الصح والخطأ أو الاختيارات لأنه حسابات بسيطة، أو أضعها في الأسئلة المقالية. فأنا راح أرتب، أبدأ من أصغر قيمة، أروح أشوف أصغر قيمة 55، وبعد إيش القيمة اللي بعدها 58، وبعدها 65، 67، 69، 70، 71، 62. وتأكد عندي القيمة 1 2 البيانات 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب بالنسبة للثمانية، في الحقيقة ما استطيع أقول Q1 عدد معين موجود هنا أو Q3، وبالتالي احنا نقول إيه؟ يعني عندي البيانات، طبعا لما يكون عندي ثمانية أرقام أو ثمان بيانات، الربع رقمين، الربع رقمين، الثلاث أرقام، الثلاث أرباع ستة أرقام، وبالتالي هنا حيكون عندي المفروض هذا المكان كيو، لأنه يسبقه إيه؟ يسبقه ربع القراءات، لأنه يعني عندي القراءات ثمانية، فربع القراءات قراءتين، أنا لما أقول ربع القراءات وعندي هنا ثمانية، يعني ثمانية على أربعة اثنين. طيب ثلاثة أربع قراءات يعني حتكون سابقها إيه؟ ثلاثة أربع قراءات قراءتين، قراءتين وقراءتين، يعني ست قراءات، يعني حيكون هنا المفروض في هذا المكان. طيب بالتالي ما ينفعش أقول الكيو 1 58 أو 65، ما ينفعش أقول الكيو 3 70 أو 71، أخذ الوسط، يعني حقول هنا كيو 1 يساوي حقول 58 زائد أو زائد 65 على 2، وهنا حقول كيو 3 70 زائد 65 على 2. وشو كان يعطيني هنا كيو 1؟ هنا حيعطيني 61.5، وهنا كيو 3 حيعطيني ايه؟ حيعطيني 70.5. خلاص انتهت المسألة. أنا حسبت كيو 1 كيو 1، إذا نسأل مدى نسأل مدى أنواعي أرخيبه حساب كيو 3 ناقص كيو 1 على 2. كل حلقة أسمع على بعض وأحسب على الإيه؟ إذا حلقة كيو 3 اللي هي 70.5 ناقص 61.5 على 2 هتساوي إيه؟ هتساوي 4.5. للبيانات المبومة. ها الآن كيف الصوت؟ ها الآن الصوت واضح؟ طيب يبدو أحيانا يحدث ضغط على النت. طيب طبعا احنا لما شرحنا
العشيرات والمؤين. لذلك لما نجي ناخذ حنحسب المدى الضيعي، حنبدأ نحسبه حسابيا. الكيو 1 حنستخدم القانون البسيط، لكن حنستبدل الان على 2 بالنسبه لكيو 1 بان على 4، بالنسبه لكيو 3 حنستبدل الان على 2 3 ان على 4 اللي ب 3 4، ونتبع نفس القراءات اللي اخذناها قبل قليل. اذا للحساب، اذا حنستخدم او نستخدم هذا القانون، قانون الوسيط مع بعض التعديلات. يعني نستخدم قانون الوسيط اللي يقول ايه؟ اللي يقول الوسيط، الوسيط يساوي ايه؟ بلس ان على 2 اف 1 اف 2 ماينس اف 1. فاجل حنعمل في حالة الكيو 1 اللي هو الحد الأدنى، طبعا حنستبدل الأدنى. في حالة الكيو 1 أو في حالة الكيو 1 يبقى عندي A زائد، وراح استبدل N على 2 بالA بN على 4، لأن احنا نريد الرو. حيبقى N على 2 لأن احنا قلنا الرتبات، قلنا الرتبات الكيو 1 أبو سمعة رتبة الكيو 1 إن على 4، ورتبة الكيو 3 3 إن على 4. إذا في قانون بسيط بالنسبة لكيو 1 اللي هو الربيع الأدنى، حستبدل الإن على 2 بإن على 4. هذا إحنا عمالين نستخدم هذا القانون سواء في حالة العشيرات أو المؤينات وهكذا. إف 2 ناقص إف 1 في إن. إذا هذا يعطيني الحد الايه؟ الحد الأدنى. طبعا احنا عمالين ايه؟ بادئين حسابيا، حسابيا. طيب نجيب لي الكيو 2، حروح استبدل إلى استبدلها في على 4. الكيو 3 اللي الحد الايه؟ أو الربيع على 4، حروح استبدل إن على 2 هبقى ب 3 إن على ايه؟ على 4. طبعا احنا ما دام نتكلم على الربيعات، يعني احنا نتكلم على ارباع، ثلاثة ارباع وهكذا. وبالتالي حيبقى كيو 3 في هذه الحالة حيبقى ايه؟ الحد الربيع الاعلى نفس القانون مع تغييرات بسيطة. ان 3 ان على 4. بس طبعا انا مش هعمل داشينة. طبعا الاف 1 حق الكيو 3، ما في داعي اعمل هنا داش. حق اف 2 ماينص اف 1 في ال. وبعدين بعد ما احسب كيو 1 وكيو 3 احصل على كيو اللي نصف المدى الربيعي اللي حق كيو 3 ناقص كيو 1 على 2. طيب حناخذ مثال بسيط ونشوف ازاي حساب نصف المدى الربيعي. أو مثال أوجد نصف المدى الربيعي، الربيع حسابيا لدرجات الطلاب الآتية. طيب كانت الدرجات في صوت الآن بين مثال 4 إلى 2. نكتب المثال
الفئات، هل كانت الدرجات مرخصة بهذا الجدول؟ يعني حتلاحظوا احنا عمالين نكرر 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 لكن اذا ما شفنا بالنسبة للجمع الصاعد 40 إلى 49 وبعدين عندنا من 50 إلى 59 هذه الدرجات الطلاب، وبعدين عندنا من 60 إلى 69، من 70 إلى 79، من 80 إلى 89، من 90 إلى 99. هنا عندي طالبين، هنا عندي 9 طلاب، هنا 15 طالب، هنا عندي 11 طالب، هنا عندي 2، هنا عندي 1. فنعطى جدول بهذا الشكل، ومطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا محاسبة المدى، نصف المدى، نصف المدى. بالتالي احتاج Q1، يعني احتاج احسب Q1، واحتاج احسب الايه؟ واحتاج احسب الكيفي. طبعا هذه القيمه احنا عمالين نكررها ان على 4، هذا حتحدد في رتبه Q1، حيكون موجود في اي مكان في التكرار المجمع الصاعد. 3 على 4 حتحدد لي برضه رتبه Q3، يعني حيكون موجود فين في عروض التكرار المجمع الصاعد. طبعا الجدول هنقول ايه؟ خلاص كون لقب قليل حكتبه مباشرة، أو نكون الجدول التكراري المتجمع الصاعد. طب أنا هقول هنا ايه؟ حدود الفئات، وهنا عندي ايه؟ التكرار المتجمع الصاعد. طيب اروح كاتب هنا اقل من، واكتب اقل من، هذه هنا 49 حيبقى اقل من 39.5، اقل من 49.5. طبعا يفضل نكتب اقل من 59.5، اقل من 69.5، اقل من 79.5، اقل من 89.5، اخر حاجه حيبقى اقل من 99.5. كما تعلمنا في السابق، يعني كما شرحته في السابق اثناء شرح تكرار المجمع الصاعد، خلاص احنا قلنا هنا 0، قبل قليل قلنا 2، 11، هنا حيبقى 26، 37، 39. طبعا عشان كذا قلنا مهم جدا في المحاضرات الاولى عندما بدانا في المقرر، نحن نتعلم بشكل جيد التكرار المتجمع الصاعد. طيب الآن حنحدد ايه؟ حنحدد مكان الربيع، الربيع الأدنى رتبته في الحقيقة كم؟ رتبته ان على 4. طبعا انا عندي ان، هذه ان في مجموع التكرار، هذه ان. فإن على 4 ماشي مكتوبه هنا، عندي إن ب40، فراح حاسب إن على 4 اللي حتساوي 40 على 4 ويساوي كم؟ 10. إذا احنا حددنا الآن مكان الربيع الإيه؟ الأول اللي حيساوي 10، وال10 تقع بين الاثنين وال11. إذا حاخذ خط هنا
إذن هنا العشرة طيب برضو إذا نحن حددنا هنا مكان أو رتبة الكيو 1 اللي الربع الأداء، باقي نحدد رتبة الكيو 3 اللي هو الربع الأعلى. عندي N 40 حيبقى 3 N على 4 ويساوي 3 في 40 على كم؟ على 4. حدي لي 40 على 4 4 4 10 10 3 ب 30. وروحوا حددوا هنا اخذ خط افقي ال 30 تقع بين 26 او 37. اذا هنا عندي الربيع، هنا حددنا الربيع الادنى وهنا الربيع الاعلى. طيب لما احنا نستخدم هذا القانون خلاص عندي ال A حتبقى بكام؟ ال L طبعا ب 10 وال A 1 بالنسبه ل Q 1 حتبقى ب 49 ونص. ال L ب 10 اللي طول الفتره حيبقى هذه القيمه ناقص القيمه ب 10 وال F 1 ب 19 ب 2 وال F 2 ب 11. كان هنا عندي اف 1 والاف 2 برضه اللي حكون على اف 1 والاف 2 ونحسب هنا الايه؟ الكيو. يلا تعالوا الان حنحسب هنا خلاص عرفنا حنبدا. طيب اذا هنا حددنا الرتبه وحقول ايه؟ الجميع حيكون ب 10. طيب اذا حقول الربيع الادنى يساوي ايه؟ اي واحد خلينا نسميه واحد لانه حيختلفوا. او لو كتبنا اي خلاص ونعمل حساب بس ما نكثرش الارقام حيبقى عندي اي ان على 4 ماينس اف 1 على اف 2 ماينس اف 1 في الاي هنا بالنسبه للكيو 1 من فين نطلعها؟ هذه الاي بدايه الفئه حيبقى كان 49 ونص. إذا هذه الـ A حنقول 49 ونص زائد N على 4 يعني 40 على 4 من 10 ماشي نكتبها ناقص التكرار الأول اللي هي ب 2 على F 2 اللي هي 11 ماينس F 1 اللي هي 2 وهذول كلهم مضروبين في إيه؟ في N. طبعا نجري العملية حقنا بشكل صحيح نستخدم الآلة بشكل صحيح. عندي هنا 40 على 4 10 10 ناقص 2 أو 10 ناقص 2 وهنا 11 ناقص 2 9 وهذا كله فيه 10 حيبقى 10 ناقص 2 8 8 في 10 8 على 9 وضعها مع هذا المقدار يعطيني 58. مهم جدا ان احنا واحنا عمالين نذاكر نحسب هذه الاشياء ونتدرب عليها بشكل كبير جدا. ما تجيش طالبه مثلا تجي ايام الاختبارات وتريد تستخدم الاله الحاسبه، لا ما بدنا نستخدم الاله الحاسبه يوميا واحنا شغالين. اذا هذا كيو واحد طيب نشوف كيو اثنين. كيو 2 حيبقى ايه؟ طبعا ليست ال هنا انتبه انا بس مش عاوز اكتب اي واحد اف واحد شرطه عشان بس سائل ترى هي كلها 3 ان على 4 لان يسوقوا 3 ارباع البيانات ماينس اف 1 اف 1 الخاص بكيو بكيو اي 3 على اف 2 ماينس اف 1 في ان. طيب فين نطلع هذه البيانات او هذه المغيرات؟ ها كيو 3 الاي حتكون كم؟ شوفوا انتم معايا ولا انتم؟ كيو 3 حتكون الاي بكم؟ ها؟ كيو 3 حتبقى الاي بكم؟
ممتاز، برافو، ايوه برافو. اللي حتبقى بي اهو هذه الايه، هذه الايه اذا حتبقى ايوه برافو، على 3.69 ونص زائد عندي 3 في ان اللي في 40 على ايه؟ على 4 ماينس اف 1. هي اف 1 بالنسبه للربيع الاعلى اللي حكون عليك كيو 3 اف 1 26 اف 2 37، يبقى ماينس 26 على 37 في ال اللي هي ال 10. نحسب الكلام هذا حيعطيني في الاخير، راح اخذ النتيجه مباشره حيدي لي 73.14. والان استطيع خلاص المساله اصبحت جاهزه، الان استطيع احسب الايه؟ استطيع حساب نصف المدى الربيعي او الربيعي الى الكيو، حتساوي كيو 3 ماينس كيو 2 ماينس كيو 1 ويساوي، وراح اجيب كيو 3 اللي حسبتها 73 بوينت 14 ماينس 58 وعلى 2، واحسب الكلام اللي حيدي لي حيعطيني 7 بوينت. وكذا نكون حسبنا الايه نصف المدى الربيعي حسابيا. بيانيا نفس الحسابات لما حسبنا المؤينات المشيرة نفس الحكاية، حطبقه مباشرة. إذا حطوا نصف المدى الربيعي بيانيا، طيب هلا حروح استخدم الجدول، حقول للمثال السابق هذه المثال الأخير، حروح من هذا الجدول كما رسمنا فيه أرسم التكرار المجمع عليه الصاعد. يلا نشوف مع بعض. طبعا انا عندي اعلى قيمه 40، وبالتالي حاعمل العمودي 10 20 30 40 50، وعندي هنا اكبر قيمه كم؟ 99. اذا انا حبدا من 39 ونص، حبدا من 39 ونص طبعا ما ينفعش الشغل في اليد، لابد من مسطره او ورقه رسم يعني. فانا حقسم هنا لان عندي اعلى قيمه هنا كم؟ 40، وبالتالي حروح اعمل مثلا 10 20 30 40. طبعا انا واثق انتم كطالب كيمياء الرسومات هذه وتقسيم التدريجات تعرضوا له انتم بشكل كبير في مجالكم. اذا انا حبدأ 39 ونص، حبدأ 39 39 ونص 49 ونص وهكذا 39 ونص، هنا عندي 49 ونص، وبعد عندي 59 ونص 69 ونص 79 ونص وهكذا 89 ونص، وآخر حاجة 99 ونص. وروح ونروح من الرسمة أو من هذا الجدول، أروح أكتب بياناتي، يعني مثلا أقل من 39 ونص بصفر، وبعدين 49 ونص 2 تقريبا هنا، يعني 59 ونص 11
هتكون تقريبا هنا 69.5 26. راح نعمل ارسل يدويا، لكن احنا لابد نشتغل في المسطره 79.5 79.5 39 يعني قريب من 40 تقريبا هنا 89.5 تكرارها 37 وهنا حتكون 39.5 و 99.5 حتكون ايه 40 يعني. وراح نوصل بهذا الشكل. طيب طبعا الجزء المهم طبعا احنا لو رسمنا بورقه رسم بياني او استخدمنا المسطره قسمنا هنا بشكل صحيح من التقسيم بشكل صحيح يهمني كثيرا ان احدد الكيو 1 فين والكيو 3 فين. الكيو 1 اللي الان على 4 اللي هو 10، الكيو 1 حيكون هذا الكيو 1 لان احنا في الحقيقه عاوزين قيمه الكيو 1 فرتبته او مكانه حيكون هنا. الكيو 3 طبعا احنا عرفنا الرتبه خلاص قد حسبناها قبل قليل رتبته 10، الكيو 3 رتبته 30 اذا حيكون هنا. وبعدين نروح نرسم خط موازي لمحور الفئات ونروح نازلين نحصل مثلا هنا على 58 فهذا يعطي لي قيمة كيو 1. نفس الحكاية كيو 3 رتبة 30 كان طالع عندي الناتج كم؟ 70 يعني تقريبا هنا هذا يعطي لي كيو 3. بالتالي من الرسمة تقريبا من الرسمة حنجد ايه كيو 1 58 وكيو 3 70 ومنها نحسب نصف المدى الربيعي اللي هو كيو حيساوي كيو 3 ماينس كيو 1 على 2 راح تساوي 70 ناقص 58 على 2 وحيعطيني حيعطيني 6. طيب في الحقيقة حنتوقف حنخذ ريست للصلاة ونكمل محاضرة رقم 14 حنخذ فيها الانحراف المتوسط والانحراف المعياري. طبعا نصف المدى الربيعي مثل كل مقياس له ميزاته وعيوبه. عيوبه لا ياخذ جميع القيم في الاعتبار، لا يسهل التعامل معه في التحليل الاحصائي. اما ميزاته يتخلص من القيم المتطرفه الشاذه نحو الكبر او الصغر، يمكن حسابه من التوزيعات التكراريه المفتوحه من طرف واحد او من الطرفين. حكتفي بهذا القدر وان شاء الله حنخذ رست للصلاه ثم نواصل بعد كذا بمشيئه الله.